هو موضوع كان المعرض هالمرة الأوروبا بقى. أنت بتعرفي من أول إكزيبيشنز اللي عملته العطور بحكي عن الحب وما الحب، وهالمرة طلبوا مني أحكي عن العروبة. بقى أنا شفت أخذتها من النظرية الإشياء الاصطناعية اللي عنا إياها بالجو كله بالحياة مرضى قطنا كلها. يعني العروبة يمكن عنا شيء إن كومن كلنا العرب، يمكن هالأيام المولات وين بتروح على بلاد عربي كله في نفس الشيء المولات. هيدي بالفعل اسمها اتفاك اصطناعية. بقى هون عم بتفرجيك لانه كل شيء عندنا اصطناعي، ما بتعرف يمكن حتى الخاتم الدايموند هيدا بكون اصطناعي، الجبنه اللي بناكلها بروسس، بتعرف تقول عربي بروسس تشيز، هي اللافاش كيريه، ما بنعمل دعايه لافاش كيريه بس استعملتها هيدي كبروسس تشيز، السويتس اللي باخذهم السويسات ارتفيشال، لاكي لوكو مشهور بيقولوا هيز فاستر ذان هيز شادو. بقى حتى كل شيء بدنا اياه على السريع يصير، كل شيء هلا مش بكره، ما بنطول بالنا، فهو بيمثل السرعه.